هناك تتكون أعمال حول، هناك ستكومات، هناك أفلام ومسلسلات، هناك أشرطة. تنظن بأنه في رمضان أنتم كتعرفوا بأنه هي المادة الدرامية يعني تستهلك بشكل كبير، لأنها مادة تتكون قريبة جدا من المواطن لانشغالاته، الأشياء كثيرة كيكون في أمس الحاجة إليها، وخصوصا بعد الفطور وبعد أذان المغرب وبعد صلاة المغرب الواحد تيبغي يرتاح شوية ترتاح قليلا. تنظن بأنه راه غادي تكون إن شاء الله وصلات، وغتكون واحد المجموعة من الأعمال اللي غادي تقدم في رمضان. السي مهدي عملت معاه 4 كليبات في واحد المجموعة من الأغاني اللي كنا كنختاروهم بعناية، وبطبيعة الحال أيضا اشتغلت مع مغنيات شابات، كاين واحد المغنية شابة اللي هي من مدينة فاس أيضا اشتغلت معها. هناك أيضا الآن مشاريع مقترحة من طرف بعض المغنيين اللي إن شاء الله في إخراج كليبات ديالهم. أنا كنحاول نسمع بعض الأغاني ونقتنع بها على مستويات متعددة، ومن بعد فاش كنلقى هناك تجاوب كنشتغل عليها.